مسيرة التعليم لم تتوقف بسوريا كإثبات آخر على إرادة الحياة اللي تجسدت لدى السوريين بمواجهة الإرهاب، واليوم رح نسلط الضوء على أحد مفاصل العملية التعليمية وهو اختبار الترشح للثانوية الذي أجري مؤخرا وشروط التقدم. وللمزيد من التفاصيل صباحنا غير اليوم رح يكون مع الأستاذ محمد صفية رئيس دائرة الامتحانات بدمشق. يسعد صباحك أستاذ. يا أهلا، صباح أهلا الخير لكم ولجميع المشاهدين الكرام. يسعد صباحك. بالبداية خلينا نحكي عن اختبار الترشح للثانوية، خلينا نحكي عن الشروط اللي بيتضمنها هذا الاختبار أو الامتحان، وخلينا نحكي ردود الناس. يعني هو هلأ يقام للسنة الثالثة أو الرابعة على التوالي، في كتير عالم مع هذا الامتحان، في كتير عالم ضد. خلينا نحكي ليه صار في ترشح للثانوية اختبار، عم نحكي عن الأحرار نحن. تمام. الحقيقة هذا الاختبار هو في الأصل خاص بالطلبة الأحرار الذين يريدون أن يتقدموا للثانوية العامة بفرعيها الأدبي أو العلمي بصفة طالب حر. أما الطلاب النظاميين فلا يشترط عليهم، لا يطلب منهم أن يخضعوا لهذا الاختبار. فالاختبار إذن هو خاص بالطلبة الأحرار، وكان المبرر والمسوغ لوزارة التربية لإصدار هذا الاختبار هو الحد من ظاهرة التسرب التي وجدت في فترة من الفترات، تسرب الطلاب من الصف العاشر والحادي عشر واللجوء إلى أن يتقدموا بصفة حرة من أجل الحصول على الثانوية العامة. الأمر الآخر أو المسوغ الآخر هو الحد من الهدر. الحقيقة نحن في وزارة التربية وفي دائرة الامتحانات بشكل خاص كنا نجهز مراكز الامتحانات من أجل الطلاب الأحرار، وأثناء الامتحان تفاجئين بأن نسبة حضور الطلاب الأحرار إلى هذا الامتحان لم تتجاوز 40%. يعني معظم المراكز فارغة، في حين أن المديرية قامت بتجهيز أوراق إيجابي، مراقبين، الوسائل اللازمة، الدولة بكاملها تستنفر من أجل عملية الامتحانات العامة. فجاء هذا الاختبار هو من أجل أن لا نسمح بالتقدم إلى الثانوية العامة بصفة طلاب أحرار إلا للطلاب الجادين في التقدم، استخلاص الطالب الجاد اللي بده يقدم البكالوريا. تماما. كان في عندي شريحة هي فقط يعني يقدم أوراقه ويمضي دون أن يكون مهتما وجديا في التقدم للثانوية العامة. هذا أيضا هدف آخر من أهداف وجود اختبار الترشح. فقط للفرعين الأدبي والعلمي هم الذين يخضعون لاختبار الترشح، ممن مضى على حيازتهم للشهادة التعليم الأساسي 3 سنوات أو أتموا 18 من عمرهم قبل بدء الامتحان. يعني باختصار مواليد 30/5/2000 هذا العام كان بحق لهم يقدموا اختبار في أي عام كانوا حاصلين على الشهادة التاسعة. أحد الشرطين مضي 3 سنوات، واللي عنده شهادة تاسع قديمة لا يحق له؟ هلا اللي صار له أكثر من 3 سنين حاصل على التاسع بغض النظر عن المواليد، ما بنطلع على المواليد، يعني أحد الشرطين مضي 3 سنوات على التاسع أو إتمام 18 من عمره. في مواد أساسية وليس في جميع المواد، يعني في الفرع الأدبي هنالك 5 مواد رئيسية وأساسية يتقدم بها الطالب لهذا الاختبار. الـ5 مواد مع بعض رح يكون يعني قدم الطالب الاختبار. طبعا هو الاختبار تم التقدم تماما وجري الاختبار بتاريخ 14/10 ويوم الثلاثاء الماضي صدرت نتائج الاختبار. إذن 5 مواد أساسية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة بالنسبة للأدبي. بالنسبة للفرع العلمي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء. هي كما تلاحظين مواد أساسية في كل فرع، والأسئلة، نمط الأسئلة كما شاهدنا وكما شاهد الطلاب الذين تقدموا للاختبار هي أسئلة عمومية، يعني تقيس مهارات الطالب الأساسية وليست تفصيلية وصميمية. لذلك النجاح في هذا الاختبار نوعا ما سهل ومتيسر، يكفي التحضير لهذا الاختبار. يمكن نحن اليوم عم نحكي فيه ضمن صباحنا غير، يعني بعد إجراء الامتحان وبعد صدور النتائج، يمكن لنوضح للعالم يلي هلا مقبلين السنة القادمة على البكالوريا، لنبين أهمية هذا الترشح، لأنه في كتير عالم عم بيقولوا
بيقولوا انه لشو انوجد، شو سببه، شو اهدافه. اليوم حبينا نوضح هذا طبعاً. الاختبار طبعاً. لانه مثل ما قالت نور صار في ردود افعال كثيره حول هذا الاختبار. تمام. هلا نسبه النجاح كانت حوالي 75%، 75.9 للفرع الادبي، وحوالي قريب من 70% 69.3 للفرع العلمي. اهداف الاختبار تحدثت عنها، هو فقط ضبط يعني الطالب الجاد، ان يتقدم الطالب الجاد فقط للثانويه العامه ونستبعد اطفال. وفي اعداد فرقت كمان يعني طبعاً. قبل هذا الترشح وبعد اجراء هذا الامتحان. نحن هذه السنه الرابعه التي نجري فيها اختبار الترشح، والنتيجه لمست على مدى هذه السنوات الاربع. تم الحد من ظاهره التسرب وتقريبا انعدمت في المرحله الثانويه بشكل كامل. نسبه النجاح اصبح هنالك فرق بنتائج الثانوية العامة ما قبل الترشح وما بعد الترشح. يعني كانت نسبة النجاح في الثانوية العامة وخاصة الفرع الأدبي لا تتعدى 35% في الأعوام السابقة لسنوات الترشح، الآن أصبحت تقترب من 60%، وهذا يعني نتيجة من النتائج الإيجابية لاختبار الترشح وللمكانة التي نريد أن تحظى بها الشهادة السورية على مستوى العالم. طب خلينا نحكي عن المعايير يمكن والمقاييس اللي بتتبعوها كوزارة التربية من خلال الأسئلة. لما نقول نحن عندنا فرع أدبي وفرع علمي، الفرع الأدبي هو ميال للحفظ أكثر، بس لما نحكي مثلا حتى الفرع العلمي لما نقول بده يأدب الطالب اللي هو منقطع عن المدرسة بشكل كتير كبير لظروف الحرب أو ما بعد أو قبل ظروف الحرب، في ناس طلعت مدرسة مشان تعيل أهلها وتشتغل وعلى كبر قررت تكمل دراستها. عم تحكي عن الرياضيات، عم تحكي عن علوم، عن فيزياء وكيمياء، هون قديش بيكون في أخذ هاي المعايير للطالب؟ يعني هون لما نقول فيزياء وكيمياء رياضيات معادلات، في ناس صلى 10 سنين يمكن منقطعة عن الدراسة أو أكثر. تمام. الحقيقة يعني الطلاب العلمي بطبيعة الحال الذين خضعوا اختبار الترشيح عددهم إذا قسناهم للفرع الأدبي أقل بكثير. يعني العام قدم 2350 طالب مقابل 7500 طالب للفرع الأدبي. معظم هؤلاء الطلاب هم يعني كانوا في المدرسة ولظروف معينة تركوا، يعني هو مو بالضرورة لم يدرس للعاشر ولا الحادي عشر، لا، ربما درس العاشر كاملا لم يتمكن من إتمام الصف الثاني، أو ربما درس الصفين لكنه لم لظروف معينة لم يتقدم للامتحان أو تقدم ولم ينجح. يعني هم بي 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 بالمجمل مطلعين على نوعا ما على المنهاج وعلى المواد الخاصة بالفرع العلمي، أو بعض منهم مسجل في معاهد وفي دورات خاصة وإن لم يكونوا في مدارس حكومية. ومن هنا أيضا نجد أن نسبة النجاح في الفرع العلمي يعني وصلت إلى 65% وهي أو 69% فاصلة، وهي نسبة يعني لا بأس بها وجيدة. أستاذ محمد، اليوم أنتم يعني كدائرة امتحانات شو تحضيراتكم المقبلة؟ تمام. الآن كما قلت انتهت، صدرت نتائج الترشيح والطلاب الراسبون سمح لهم بالتقدم للاعتراض على نتائجهم. وفي حال وجود خطأ مادي في النتيجة يمكن للطالب أن يستفيد. الخطأ المادي محصور في خطأ في جمع الدرجات، أو إذا وجد سؤال أو جزء من سؤال غير مصحح يمكن للطالب أن يستفيد. هذه على الهامش. بعد ذلك المرحلة الثانية، الطلاب الناجحين في هذا الاختبار سيتقدمون بأوراقهم الثبوتية في المرحلة القادمة والتي ستحددها وزارة التربية، وهي عادة في منتصف الشهر 12 وتستمر لمدة شهرين ليتقدم الطلاب للأحرار طبعا للثانوية العامة بفرع الأدبي أو بجامعة في ربعها. مديرية التربية في محافظة دمشق وبتوجيه من السيد مدير التربية الأستاذ محمد مارديني وضع كل إمكانيات المديرية من مكاتب اللوازم ودوائر دائرة الأبنية المدرسية من أجل التحضير والاستعداد لهذه العملية التي يعني يستنفر من أجلها جميع العاملين، وخاصة لدينا في دائرة الامتحانات. الجديد هو أننا في دائرة الامتحانات بتوجيه من السيد مدير التربية تم التوجيه بفتح أكثر من مركز لقبول الطلاب الأحرار، فالدائرة انتقلت منذ العام الماضي من مكانها القديم في المزرعة في حي المزرعة، والآن نحن في منطقة المزي. البناء القديم وجه السيد المدير بأن يبقى فيه مركزا للتسجيل ويستقبل طلبات الأحرار. أيضا الجديد في هذا الموضوع
تعاون بين وزارة التربية ووزارة المالية التي نسقت معها بفرز أمناء صناديق إلى دوائر الامتحانات من أجل سهولة استيفاء الرسوم المالية من الطلاب الذين سيتقدمون للثانوية العامة بصفة أحرار. رسم الامتحان كان سابقا على الطالب أن يذهب ليأخذ إشعار من دائرة الامتحانات ويذهب إلى المالية حتى يسدد الرسم. الآن أصبح أمين الصندوق موجود في الدائرة ويستطيع الطالب بمراجعة الدائرة لمرة واحدة أن يسجل وينهي أموره. يعني نحن أكيد نتمنى أنه كل هالأمور والإجراءات أكيد تصب بمصلحة الطالب أكيد. لحتى يحقق النجاح الدائم ويكون في تطور علمي أكيد. لبلدنا. أكيد نتشكرك الأستاذ محمد صفية رئيس دائرة الامتحانات في دمشق لوجودك معنا، ونوجه التحية لكل العاملين في قطاع التربية ولوزارة التربية على الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها رغم كل الظروف اللي عم نعيشها. يمكن الإرادة والتحدي والتعليم مستمر. شكرا كثير لك. كل الشكر لكم على هذه إتاحة هذه الفرصة من أجل هذا التوضيح.